ما مش معقول كده، انت لسه ما لبستش. البس اسرع من كده ازاي بقى؟ اه عريسك اللي جاي بدري عم عادل عليا. معلش يا ماما اصلا مستعجل قوي. اعذروا. ايه ده يا دهوتي؟ شايفه بنات دلوقتي؟ اه شايفاهم. ما ازيك؟ دوختني رايح جاي عندكم شهر ونص لحد ما عرفت اشوفك، ومن كسوفك بدات مجاني القهوه على نفوخي. طيب وحياة ابوك بلاش تبيعه بقى، واتفضل قابل الراجل اللي مستنيك. اتفضل بابا. ايه نعم والنبي. نعم خليك حنين معاه. حنينك بس؟ يعني شايفاني خارج قبله ماسك فيه لساتور؟ لا مش قصدي، قصدي يعني ما تدقش معاه في حكايه المهر والشبكه والحاجات السنويه دي. نعم. امال يعني عايزاه يكلمه في ايه؟ في ماتشات الكوره؟ يا ماما الحياه الزوجيه الحديثه عباره عن تعاون بين شخصين متفاهمين على الخطوط العريضه لتنميه المجتمع عن طريق الانجاب السليم. يعني الماديات دي كلها ملهاش اي مناسبه في حياتنا. فهمتي حاجه يا حفيظه؟ ابدا يا اخويا، ده باين انها بتتكلم بالفلفاسه. اسمها فسفاله. الاستاذ اللي بره قلقان خالص، راح يقدمي له حاجه ساقعه. ده شرب 7 ازاز كزازة لحد دلوقتي. يا لهوي حبيبتي. اهلا وسهلا. تفضل 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 تفضل. عمي في الحالات اللي زي دي المفروض اقعد مشبك صوابع ايديا كده وابقى ملخوم مش عارف اتكلم. وكل شويه ابص في الارض واعمل روحي مكسوف. وبعد كده يعني اتنحنح عشان صوتي يطلع. يا استاذ منصور في حاجات مهمه لازم. عارف ميعاد الفرح. انا شخصيا يناسبني الخميس اللي بعد اللي جاي، لان بعد كده انا مسافر عشان عندي شغل في الاقطار الشقيقه. اما من ناحيه الفرح انا ما احبش المصاريف الزياده والبهرجه زياده عن اللزوم، كل دي مصاريف والمعازيم تبقى عديه. انا شخصيا من ناحيتي ماكسيمم هيكون من 8 الى 10 معازيم. استاذ منصور اذا سمحت. ارجوك يا عمي انا مضطر اعتذر عن مساله الغدا النهارده، خليها ليوم تاني. غدا؟ حد جاب سيرة غدا؟ يبقى اكيد تقصد عشاء. حكيم انا عارف ان النسايب دايما يعزموا العرسان على غدا وعشاء ويطبخوا حاجات كتير كده ملهاش لازمه ومصاريف زياده وبهرجه عشان يبانوا انهم متنعرين. مفيش الحاجات دي بيننا وبين بعض يعني. ها بلاش العقد دي. عليا بت عليا. نعم يا منصور. مبروك يا بنتي عليا. انا وبابا اتفقنا على كل حاجه. صحيح. حفيظه هاني. ايوه يا ابني. حماتي. مبروك عليكم انا. هشوفكم قريب. تعالي يا بنتي عليا. ان شاء الله. لحقتوا تتفقوا اوان كده؟ هو انا لحقت اتكلم؟ ازاي؟ ده انا ما قلتش جمله واحده مفيد. اصل منصوري عنده قدره شديده على الارسال والاستقبال، حضرتك تقول حاجه قبل ما تقولها هو يحس بيها ويجاوب. احساس. هو عنده احساس خالص. إذا كان يا مرزوق زي عليا ما بتقول، يبقى الشاب ده أكيد فيه شيء لله. بلاش تخريف يا حفيظة. يا أختي؟ ده بيت ومستقبل، مش هزار. يا عليا بنتي، أنا زي كل أب في الدنيا، نفسي ومنايا أشوفك سعيدة، متجوزة مع عريس يحبك وتحبيه، لكن دائرة جوز. يا بابا، أنا متأكدة إن هكون في منتهى السعادة مع منصوري. إشمعنى هي اللي مش هتكون سعيدة يا مرزوق؟ ما إخواتهم ممدوح ومسعود عايشين في منتهى السعادة والهنا، والعيلة كلها من شرقيها لغربية بيحلفوا بحياتهم. ألو ألو ألو، ردي خلي عندك دم. مين يا منى؟ هيكون مين يعني؟ واحدة مايعة وحلوة. يا سلام، وعرفت مواهبها كده بكل بساطة؟ واحدة بتكلم راجل متجوز في بيته، هتكون ايه غير كده؟ يا لطيف يا رب. وعرفت منين بقى انها بتعاكسني؟ يا سلام، عايزة ذكاء دي. لا مش عايزة ذكاء، انت صح. الو؟ ايوه مين؟ اهلا 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 اهلا. ازاي حضرتك؟ ها؟ اه بقى حضرتك اللي طلبتي من دقيقة والخط اتقطع. لا معلش، لا 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 ابدا ما فيش حاجة. نعم؟ موجودة. اتفضلي. الست والدتك.
ايوه يا ماما. ها وبعدين حصل ايه؟ باي باي يا منى، انا نازل. استنى. طب يا ماما انا هطلبك بعدين، مع السلامة. لا ما حصلش حاجة، هطلبك تاني. ايه ده يا استاذ؟ في ايه تاني؟ لزومه ايه المنديل اللي بجيب الجاكيته ده؟ ملوش لزوم. نعينه. تعينه تخليه، ما تفرقش معايا. انما لزومه ايه تزود الشاكه وتلمع نفسك بالشكل ده؟ ألمع ايه والشاكه ايه اللي زياده؟ ما هي بدله عاديه زي بقيه البدل. ورايح فين بالبدله العاديه اللي زي بقيه البدل؟ يا حبيبي. رايح العياده يا حبيبتي. وهي العياده مش مليانه ستات يا حبيبي؟ ما هو عشان ابقى دكتور ناجح لازم تتملي ستات يا حبيبتي. ودمي انا يتحرق يا حبيبي، مش كده؟ وبعدين يا منى في الغيره المره اللي عايشين فيها كل يوم دي؟ انا مش بغير، انا ست قويه وليا شخصيه. غايته ما هناك اني ما احبش اعرف انك بتكلم اي ست او بتشوف اي ست او بتقابل اي ست. وما تنساش يا استاذ ان احنا حبينا بعض وجوزنا من العياده. ما هو كمان مش معنى كده ان صاحب كل واحده تجي لي عياده. يا منى يا حبيبتي، الانسان ما بيحبش غير مره واحده في حياته، وبالنسبه لي المره دي كانت حضرتك. والله العظيم حضرتك، ولا فيش غير حضرتك. وارجوك تفهمي حضرتك انها تخف عن حضرتي، لان حضرتي هيفرقع بسبب حضرتك. ما تحاولش تخدر اعصابي بكلام لا يودي ولا يجيب. انا عارفه ان الرجاله عينهم فارغه وما بيرضوش بست واحده. وما تنساش يا استاذ اللي حصل لسناء بنت خالتي وجوزها. وهو المفروض ان اتحمل لعنه كل راجل يغلط في الدنيا؟ ثم انت ليه بتخلي حالات الجواز الفاشله قدام عينيكي باستمرار لدرجه انك ما بقيتيش تشوفي غيرها؟ ما هو انا لازم اخليها قدام عينيا عشان اعمل حساب اليوم زي ده قبل فوات الاوان. بالطريقه دي عيشتنا هتبقى هباب في هباب، واخرتها كل واحد فينا هيقدم استقالته للمأذون. هاي 100 مره قلت مفيش لعبه كره في الشقه، والله ما انا عاتقك يا ابن الكلب. ده شرط اول في وشي يا محاسن. ما يقصدش يا حبيبي. يعني اسيبه خزع عينيا واقعد في البيت ضرير؟ ولا وانا حماد. انت البنت اللي بتعيط يا مسعود. مسكتها ازاي يا محاسن؟ شيلها ومشيتها يا مسعود. يا دول بيك. بس 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 الاكل في الدماغ بس. طب بايظ بايظ يا روح. بس بس البنت سكتت يا محاسن. نيمها في سريرها. سيب القميص يا حماد. انا بصطاد سمك. تصطاد سمك تصطاد كوارع، سيب القميص بتاعك. هو اللي شبك في السناق. ولا سيب القميص. عجبك كده؟ اقطعك. هو اللي قديم. واديني مناعتك. العيال ولادك هيجننونا يا ست هاني. معلش هدي نفسك. هدي نفسي؟ اجري شوفي القميص تاني عشان البسه واروح المكتب. منين يا حبيبي؟ القمصان كلهم وسخين. نعم كلهم وسخين؟ ان ما قطعتك يا ابن الكلب. معلش يا حبيبي، الفرد لازم يضحي من اجل الجماعه، وانت الفرد واحنا الجماعه. ولسه ياما نشوف. المصيبه انك انت معبايه تاني. باسم ونصيب يا مسعود. واجيب منين فلوس علشان رب الاسم والنصيب دول يا محاسن؟ ربنا يرزق يا مسعود. ربنا ادانا عقل يا محاسن. يعني انا مجنونه يا مسعود؟ وبنت مجنونه يا محاسن. نعم. مش بتسمعي كلام امك ونصايحها؟ خلفين اختين يا محاسن، مفيش حاجه تأيد الراجل للخلف يا محاسن. اعملي زي يا محاسن. مش هي دي نصايح امك؟ ايه ده؟ عندك كده يا ست هانم؟ فداك يا حبيبي. فدايا؟ انت عايزه تطلعي زرابيني؟ اخص عليك، انت ليك زرابين ومخبيه عليا السنين دي كلها. هي دي الزرابين يا حبيبي؟ Thank you.
غريبه الدنيا ده، كل يوم ينزل يتخانق مع مراته وينزل من غير جزمه وهي ترميها له البلكونه. ارجوك يا دكتور طمني، انا خايفه قوي ما بنامش. صدقيني يا ست هاني مفيش حاجه تستحق الخوف، كل الحكايه شويه تعب اعصاب زي ما بقول لك دايما. اعصاب؟ وهي الاعصاب تعمل في قلبي كده يا دكتور؟ ساعات في الام في القلوب ما بيعرفهاش الدكاتره لكن بيحسوا بيها اصحابها. الطب رايه غير كده. دكتور انت متجوز؟ ايوه. يا بخت مراتك بيك. ياه للدرجات؟ طبعا مين تطول ان يبقى شريك حياتها دكتور ناجح زيك، وغير كده انسان رقيق ودمه زي الشربات. اشكرك على المجاملة الرقيقة دي. دي حقيقة يا دكتور. طب اتفضلي البسي هدومك. اهلا مستر هاني، لا مؤاخذة الدكتور عنده كشف. تعالى. واحدة طبعا. كبيرة ولا صغيرة؟ حلوة ولا وحشة؟ هي معقولة يا ستاني. ايه معقولة دي؟ اصل دي حكاية نسبية يا ستاني، وانت عارفة طبعا ان اليومين دول مش ممكن الواحد يقدر يحدد سن واحدة ست من الحاجات اللي بيعملوها بنفسهم. غريبة. ده لو كان بيحكي لها ألف ليلة وليلة كان زمانه خالص. ايه ما هي دي حكاية نسبية كمان يا ستاني. يوه فرقتني انت والدكتور بتاعك. استهاني استهاني. مين دي؟ مش فاكر، اكيد جات لي العياده قبل كده. انت مش فاكر وهي فاكره مش كده؟ ده شيء طبيعي يا منى، انا يوميا بكشف على 30 20 مريضه وهي بتتعامل مع دكتور واحد بس. خلينا نتفرج على الرقاصه. صلي على النبي وهدي. دي سابت الرقاصه بتتفرج على حضرتك. بقول لك صلي على النبي وهدي. انت هتتريق عليا؟ فضلكم يا اخويا انت راخر. انزل من فضلك، تبقى تقول للستات بتوعك لما تبقى معايا مراتي احترموا شعرها وما تعكسنيش. حاضر هقول لهم واحده واحده. في حاجه تاني؟ عجبك البهدله دي؟ تصرفاتك هي السبب. حاجة غريبة أوي. يكون في علمك كلمة زيادة بعد كده هقوم وأمشي. من فضلكم هدوء شوية، مش عايزين نتفرج. ما تتفرج يا أخي، أما شيء بارد ولا مهم هيك. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ يلا على البيت. علشاني استناني استنى. مسعود 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 نايم. اصحى مدام. انا امتى مصحاش؟ ده مش صوت نايمين. انا صوتي كده وانا نايم. يا زوجتي العزيزة، لكل انسان على هذه الارض قدرة على التحمل، قدرة على الكلام، قدرة على السهر. أنا قدراتي خلاص كلها انتهت، اعتزلت. فيها إيه لما تصحى وتقعد مع مراتك حبيبتك تكلمها كلمة، تكلمك كلمة، خصوصا الولاد نايمين؟ لازم أنام أنا كمان عشان أصحى بدري أروح المحكمة، ورايا قضايا لازم أترافع فيها. هو أنا قلت لك ما تترافعش؟ لو قعدت أكلم معاك زي ما أنت عايزة أروح المحكمة الصبح ما أعرفش القاضي من وكيل النيابة. هتكدبيني انا وتصدقي شويه ورق زي هدول؟ لا ما يصح.
طب اتفضلي نامي. نامي نامي بقى نامي. لازم الست تنحل وبر جوزها اول باول، ولا تخليش حيلته حاجه ابدا. حكي للرجاله يوم ما يتريشوا يتروا على بره. صدقوني انا دوبت اربع رجاله مع بعض. لا يا حبيبتي، واحد ورا التاني. الاولاني افتكر انا لسه على نياتي فرقعني بومبه، فخدت بالي من التاني والتالت، عاشوا معايا زي الخاتم في صباعي. وليه اتطلقت؟ عينيهم كان زيها بيبص لبره، تكلمي واحد فيهم يتنرفز يعمل نفسه انه مظلوم. يظهر الرجاله كلهم كده. بس الست في ايدها تحافظ على جوزها زي ما انا حافظت على الرابع. انا مش حكيت لك يا منى لما تقابلنا هنا وانت لسه متجوزه؟ فعلا، ودي نصيحه تتنسي برضه. وعملت ايه معاه بالظبط؟ احسن هي لسه متجوزه جديد. وشته، رحت فين؟ جيت منين؟ بتكلم مين؟ بتبص لمين؟ ها؟ خليته بقى يخاف من خيال. لكن ما قلتليش اتطلقتوا ليه؟ ما طلقناش يا حبيبتي، ده طق مات، قضاء وقضاء. بسرعه خلصني، عايزه اروح السينما. كدب في كدب، بقى في راجل عنده وفاء بالشكل ده؟ بلاش نتناقش في الفيلم، لحسن نشبك سوا ونقلبها خناقه، كفايه اللي حصل امبارح. يا سلام، قال يموت نفسه عشان زعلان عليها. يا ستي وانت ايه اللي مزعلك؟ هو اللي مات وهو حر في نفسه. اصلها افلام بعيد عن الواقع. وايه الواقع من وجهه نظرك؟ يعني مثلا لو بعد الاربعين اتجوز واحده تانيه على طول. هو ده الواقع؟ مش ده اللي حصل للمرحومه نوال بنت عمي؟ ايه ده يا استاذ انت ما بتشوفش؟ متاسف يا اسطى. متاسف ده ايه؟ معلش. ايه مالك متاسف وخلاص؟ انت هتتلمض ليه؟ اسكت انت يا منى بس. انت مش سامع بيشتمك؟ معلش. عايزك تسر العربيه وقولي متاسف وتكرت وامشي. معلش يا اسطى معلش. ايه ما حدش يقدر عليه. ايه عاجبك كده؟ مش لازم ادافع عنك؟ اي عشان تدافعي عني تقومي تدبسيني في قضيه؟ وايه يعني؟ مش اخوك محامي؟ محامي؟ ايوه. هو قاعد معايا.